بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم. هنتكلم النهاردة إن شاء الله وعلى مدى محاضرتين عن موضوع من الموضوعات اللي لا تحظى بالأهمية المناسبة للموضوع. هنتكلم على الكاتاتونيا. في المحاضرة الأولى هنتكلم على الكاتاتونيا إن أدلتس بصفة عامة، وفي المحاضرة الثانية هنتكلم على الكاتاتونيا إن تشيلدرن أند أدوليسنس. كاتاتونيا is a complex behavioral syndrome اللي هتأثر على إيه؟ هتأثر بصفة أساسية على الموفمنت وعلى الفوليشن و associated with different mental and medical disorders زي ما هنشوف قدام. الكاتاتونيا بصفة عامة is under recognized and misdiagnosed. One naturalistic study of consultation liaison service لقت ايه؟ لقت ان الكاتاتونيا is under recognized by most clinicians. When patients with catatonia are often misdiagnosed as having schizophrenia or other mental disorder. اللي هم بيبقى فيهم كاتاتونيك ساينس بيتم ايه؟ بيتم ما بيقدرش الكلينيشن تو كاتش ذا كاتاتونيك ساينس. طيب ده هينتج عنه ايه؟ without proper treatment patients may have significant morbidity and mortality. People with catatonic state have increased risk of secondary complication زي النمونيا والmalnutrition والdehydration. وفي بعض الأحيان الكاتاتونيا نفسها بتبقى life threatening especially in its malignant form when complicated by fever وautonomic disturbances. لو جينا نبص على الهيستوري اوف كاتاتونيا هنلاقي ان اول ديسكريبشن للكاتاتونيا كان بواسطه الجيرمان سايكاتريست كارل كالبون في 1874، وبالتالي هي من اوائل الديس اوردرز اللي ديسكرايبد ان سايكاتري. كارل كالبون ديسكرايب كاتاتونيا از برين ديزيز وسايكليك كورس. سايكل الكورس يعني ايه؟ يعني في كونسيكوتيف سيمتوم، كونسيكوتيف منتال سيمتوم. من ايه؟ بتبتدي بالميلانكوليا، مانيا، ستيوبر، كونفيوجن، وفي بعض الحالات بتنتهي بالديمنشيا. بالرغم من ان كار كالبوم كان بيتكلم على الكاتاتونيا باعتبارها سنجل ديسيز، هي ايدنتيفايد مود ديستربنس، ان فيها بعض المود سيمتوم، بيها بعض السايكوتيك سيمتوم، وايدنتيفايد برضه ميديكال فاكتور ان هيز نيو إلنس. ايه الفيتشرز الكلينيكال فيتشرز اللي وصفها كارل كالبوم في الكاتاتونيا؟ في اول ديسكريبشن دي اول حاجه السيكوينشال او السايكليك او الفيز كورس بتاع الديزيز، زي ما قلنا هو يبتدي بميلانكولي، مانيا، ستيوبر، كونفيوجن، وبينتهي بالديمنشيا في بعض الحالات. وايد رينج اوف ايج اوف اونست، ممكن يبقى موجود في التشيلدرن وبيبقى ممكن يبقى موجود في الادلت. Prominent signs of stupor mutism old posture wax flexibility. Typical excited phase. في احيانا بيبقى بعض الحالات فيها excitement او wild insane behavior. Thought language disturbances including disorganization and verbigration. هنعرف يعني ايه verbigration بعد كده. Infrequent positive psychotic symptom and rare bizarre delusion. A mixed course frequently ending in recovery although deterioration اللي هو بينتهي بالديمنشيا في بعض الحالات. عشان نعرف ان كارل كالبوم كان سابق لعصره، اول ديسكريبشن بقى كريبلي نتكلم عنه في كتابه للكاتاتونيا كان في النسخه الثانيه، في الطبعه الثانيه من كتابه في السيكاتري. ذات he considered as a subtype of insanity. Subtype of insanity اللي هو كان broad category of delusional psychosis اللي تطور بعد كده لل concept of paranoia. رؤية كريبلين ومن بعديه بلولر
عن الكاتاتونيا ان هم سب تايب اوف سكيزوفرينيا هي اللي حكمت السايكاتريك براكتس لمعظم القرن العشرين. لحد في اواخر القرن العشرين في حوالي منتصف السبعينات انفستيجيتورز انفسايز ذا اسوشيشن اوف كاتاتونيا ويز افكتيف ديسوردر از ويل از ايديو باسيك اور برايمري ديسوردر. برضو there was increasing recognition of secondary catatonia which developed in association with organic diseases. في 1994 الـ DSM-4 بقى officially expanded catatonia to include non-schizophrenic conditions and it is listed as a specifier for major depression with bipolar disorder. A catatonic disorder due to general medical condition has also added to DSM-4. نشوف بقى الـ epidemiology of catatonia عشان نعرف احنا بنتكلم على rare disorder ولا على حاجة موجودة فعلا في الـ real practice. Estimates of the prevalence of catatonia vary usually in the range of 7 إلى 14%، وده رقم ما هوش قليل. 7 إلى 14% بناء على ايه؟ يعتمد على الكلينيكال بوبوليشن اللي بيتعمل عليها الاستادي. انا بعمل استادي على في سايكاتريك هوستل، في جنرال ميديكال هوستل، في اي سي يو، يبقى نسبه من 7 إلى 14%. In a meta-analysis of 74 studies of catatonia, the mean catatonia prevalence كان حوالي 9%. ولو أنا بشوف بس المجموعة اللي بتاخد ECT، النسبة هترتفع إلى 23.9%، يعني حوالي 24%. طيب في اللي عندهم depression، 20% of sample of psychiatric patient with diagnosis of depression displayed catatonia. في البايبولر ديس اوردر 20%، في السكيزوفرينيا 7.6% of patient with schizophrenia have the catatonic subtype. Catatonia is a frequent manifestation of many neurological and general medical conditions. Incidence ranged from 1.6 إلى 8.9 on medical services assessed by a psychiatry liaison service. من 1.6 ل 8.9، وده يوضح ان هي في نسبه لا باس بيها من الكاتاتونيا موجوده في الجنرال ميديكال سيرفيس، لكن مش زي البعض ما بيعتقد ان الكاتاتونيا دايما او غالبا بتعني اورجانيك باثولوجي. كاتاتونيا was found in 3.8 of cases in the ICU unit with all cases attributed to a general medical condition. A prospective study of older patients in general hospital found in catatonia موجودة في 8.9% of those evaluated by psychiatric consultation team. Studies have suggested that perhaps as many as 1/3 of patients with delirium secondary to general medical condition will develop catatonia during acute hospitalization. رغم ان الكرنت كلاسيفيكيشن بتستبعد او بتعمل لازم تعمل اكسكلوجن للكاتاتونيا في وجود الدليري. ايه بقى اسباب الكاتاتونيا؟ One retrospective review of 95 patients diagnosed with catatonia identified the prevalence of catatonia due to mood disorder, psychotic disorder و general medical condition. يبقى الثلاث اسباب دولت لقت ان نسبهم قد ايه؟ 56% نتيجه المود disorder بنوعين depression والبايبولر، 23% نتيجه psychotic disorder غالبا يعني سكيزوفرينيا، و 21% ناتج عن general medical condition. Some authors stress that on average من 20 إلى 40% of catatonia are idiopathic. ما فيش سبب واضح معروف. بصفة عامة the distribution of the underlying cause of catatonia varies based on the setting, care setting, psychiatric hospital, general hospital, ICU, and the degree to which the diagnostic work of was undertaken.
نتكلم بقى بالتفصيل على الأسباب بتاعة الكاتاتونيا. هنلاقي إن هي عندنا ثلاث كاتيجوريز من الأسباب. كاتاتونيا associated with mental disorder، أهو ده النصيب الأكبر من الأسباب، أو نيورو ديفلوبمنتال ديسورد، وهنتكلم عليها يمكن بالتفصيل أكتر في المحاضرة الجاية بتاعة التشيلدرن والأدوليسنت. المود ديسوردر ميجور ديبريشن أو باي بولر ديسوردر. السايكوتيك ديسوردر بكل أنواعها، سكيزوفرينيا، سكيزو أفكتيف، سكيزوفرينيا فورم، والبريف سايكوتيك ديسوردر، وأذر مينتال ديسوردر. يبقى ده مجموعة المينتال ديسوردر، سبب مهم جدا. الكاتاتونيا ديو تو أنذر medical condition due to general medical condition we unspecified catatonia. نبتدي بأول حاجة due to mental disorder اللي هو بيجي على رأس القائمة المود disorder. Despite the historic linkage of catatonia with schizophrenia, catatonic episodes are most commonly associated with mood disorder, particularly mania. على عكس ما احنا نتخيل، severe mania are more likely to show catatonic feature. Many authors suggest that 25% or more of manic patients have enough catatonic feature. 25% من المانيك have catatonic feature. ونص الكاتاتونيك patient have bipolar disorder. In non-affective psychosis, من 10-15% of patients with catatonia meet the criteria of schizophrenia. الكاتاليبسي والمانوريزم والبوشرينج والميوتيزم are the feature traditionally associated with catatonic schizophrenia. طيب الجنرال ميديكال كونديشن، ميديكال اند نيورولوجيكال كونديشن underlying catatonia. عندنا ميتابوليك كوزيس including renal failure, liver failure, ketoacidosis, vitamin B12 deficiency. endocrinal causes, hyperthyroidism, hypercalcemia, Addison disease, Cushing disease, syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion. ممكن كل دول يبقوا associated with catatonia. Neurological condition including Parkinsonism, encephalitis, multiple sclerosis, epilepsy, thalamic and parietal lobe lesions, frontal lobe lesion. Immunologic or rheumatologic causes. على سبيل المثال systemic lupus, infection. تيفويد، HIV، infectious mononucleosis، الملاريا، كل دي general medical condition وفي غيرهم ممكن يبقوا associated with catatonia. الدراج intoxication نعتبرها تبع medical condition. Drug intoxication withdrawal may induce catatonia. This include exposure للانسيكوتيك والإليسيت recreational drug أو ساعد الأحيان recorded في withdrawal from benzodiazepine and dopaminergic drugs and opiate intoxication. ايه الباثوفيسيولوجي؟ مفيش كلير باثوفيسيولوجيكال تشينجز، مفيش سنجل باثوفيسيولوجيكال تشينجز اللي بيفسر ايه الكاتاتونيا، لكن في بعض الاسباب اللي مذكور. اول حاجه النيوروكيميكال فايندز، فيريس نيورو ترانسميتر سيستم are assumed in the development of catatonia. وما فيش single neurotransmitter system was shown to be responsible about catatonia. هنلاقي ان هو dopaminergic hypofunction. Dopaminergic hypofunction. Decreased GABA A activity. Glutamatergic hypofunction. Alteration في النمدة receptor in the glutamate system. كل دول reported في الكاتاتونيا وحنتكلم عليهم بالتفصيل. Each of these systems, the D2, the GABA, A, will serotonergic, and NAMDA, has dynamic influence over circles. نبقى أخدين بالنا أن هم دول نفسهم ممكن يكونوا بيلعبوا dynamic لهم dynamic influence over circuits involved in catatonia. So the disturbance of any one of these receptors can push the balance of the system toward or away from catatonia. بالنسبة للدوبامين، اهو دوبامين deficiency in the mesolimbic pathway. وخلنا بالنا من كلمة mesolimbic. pathway was originally hypothesized to be linked to catatonia في السبعينات. However the data is inconsistent. الدوبامين deficiency hypothesis ده supported بالكاتاليبسي اللي بيحصل من الD2 antagonist.
However, while catalepsy is a simple motor responsible due to a D2 antagonist, زي ما لاحظوا في الانيمالز, الكاتاتونيا مور كومبلكس عن هي كونها ايه مجرد الكاتاليبسي. جابا هايبوثيسيس اوف كاتاتونيا واز انفيرد فروم ذا فيفربل اوت كم مع اليوز اوف لورازيبام في المانجمنت اوف كاتاتونيا. لورازيبام از افكتيف ان اب تو 70% اوف بيشنت. بما ان اللورازيبام بيشتغل ايه از جابا اجونست اللي هو فاسيليتيت ذا ابيليتي اوف جابا تو انهبيت النيورونال فايرنج, بدا يبقى ايه الهايبوثيسيس الجابا هايبوثيسيس. اديشنال سبورت فروم ذا جابا هايبوثيسيس كيم فروم ايه فروم ذا الستادي اللي وضحت ان في بعض الحالات اللي هي بتاخد فلومازينيل اللي هو جابا انتاجونست كان انديوس كاتاتونيا افتر فيفربل ريسبونس للاورازيبام, لكن دي حالات برضو كيس ريكورد ومش كونسيستنت ريسك. روز بوش ايتال فاوند او ديمونستريتد ان ذات كاتاتونيا كان بي انديوس باي بنزو دايازيبين وذرول ان كيس سيريز اوف بيشنت. الجابا هايبوثيسيس هاف بين ريفايزد. اهو لصالح ايه بقى, بدل نتكلم بقى الموضوع مش موضوع جابا بس, لا هو جابا ايه ولا جابا بي. الايفيدنس اهو فور جابا ايه هايبوس انكلود ذا يوز اوف زولبيدين, مش البنزودايزيبين بس, لا الزولبيدين انان بنزودايزيبين جابا اجونست ان ذا تريتمنت اوف كاتاتونيا, في حين ان الجابا بي زي الباكلوفين اجونست has been associated with the development of catatonia in one case report. طبعا الحاجات اللي هي معتمده على كيس ريبورت دي كلها ما بيقدرش طبعا نعمل جنراليزيشن للريزلت بتاعتها. الريشيو اوف جابا اي لجابا بي اجونيس مي بلاي ا رول ان ذا باث فيسيولوجي اوف كاتاتونيا. السيروتونين از كاتاتونيا مي ستيم فروم ذيس ايكوليبريم ان سيروتونيرجيك سيستم. يبقى في ايه, يبقى في اب ريجوليشن ل 1A receptor وداون ريجليشن لل 2A receptor. النيوروليبتكس with D2 antagonism and 1A agonism induce catalepsy اللي هي الانسايكوتكس. Catalepsy in rats at low but not at high doses. This is reversed بال A by 1A specific antagonist suggesting in ال 1A receptor activation may be implicated in the development of catatonia. If serotonin بصفة عامة, إذا السيروتونين له رول في الكاتاليبسي, one animal study suggests إن الرول ده is a minor or minimal. الجلوتاميت برضو من الحاجات اللي دخل في الباسو فيسيولوجي اوف كاتاتونيا. جلوتاميت هايبوثيسيس اوف كاتاتونيا ريسيف اتس سبورت فروم نامدا انتاجونيزم. نامدا انتاجونيست زي الايه, زي الكتامين وزي الفين سايكليدين. ان وان ريفيو اوف ميديكال كاتاتونيا, يعني الحالات الكاتاتونيا ديو تو ميديكال كونديشن او الموجوده في الميديكال هوستل, لقوا ان الفين سايكليدين واز اسوشيتد وذ ذا لارجست نمبر اوف كيسز اوف كاتاتونيا ان ذا ليتريتشر. ذيس كيسز ار يونيك از ذي لاك الكونكوميتانت سايكاتريك ديزور, يعني مجرد بس استعمال الفين سايكليدين ادى الى حدوث كاتاتونيا وذاوت بريزنس اوف concomitant psychiatric أو medical disorder. الكتامين induced psychiatric disturbances respond favorably للبنزودازيبين زي الكاتاتونيا العادية. This support الجلوتامات hypothesis of catatonia. Catatonia was noted to be a rare side effect of high doses of NMDA antagonist used to minimize the brain damage induced by ischemic stroke. كل الحاجات دي suggest, لكن بما انها كيس ريبورت وفي حالات محدودة جدا ما تمش درش نقول ان هي فعلا ده الـ actual pathophysiological change. يبقى كده خلصنا neurochemical findings المتهمة او السبوز ان هي بتلعب دور في الباثوفيسيولوجي اوف كاتاتونيا. طيب نتكلم على الالكتروفيسيولوجيكال فايندينجز اللي موجودة في بعض حالات الكاتاتونيا. سينس سنجل كاتاتونيك سيمتوم كان بي اوبزيرفد ان سام بيشنت ويز ابيليبتيك سيجرز
بدأ يبقى في ربط ما بين الايه، ما بين الكاتاتونيا والابيليبسي. وبدأ يتحط افتراض ان ما يعرف بالنون اكتال باروكسيزمال سب اكتال ديسريزميا كاتيولوجي للكاتاتونيا. However, no systemic EEG investigation have been performed in catatonic patients. When descriptive observation of EEG and systematic studies have yielded neither major nor minor abnormalities in EEG. يبقى إذا أنا في احتمالية للإبيليبسي تيولوجي للكاتاتونيا أو في أي نون إكتال باروكسيزمس إن هي إتيولوجي للكاتاتونيا يبقى should be confirmed by A by EEG. بالظبط ما يبقاش أنا ما عنديش تليفون وخايف إن هو الفاتورة تيجي غالية أو إن أنا أصلا ما عنديش تليفون وخايف يقطعوا الحق. لازم أهو يبقى فيه إيفيدنس أهو إن ده إبيليبتيك يبقى لازم يبقى فيه إي جي تشينجز، والإي جي تشينجز مش أي إي جي تشينجز إز إبيليبتيك. Genetic causes. The first degree relatives of patients with catatonia are more likely to suffer from affective disorders. A study of multiplex families. يعني ايه multiplex families؟ يعني الفاميليز اللي فيها اكتر من individual عنده جالهم catatonia. Reported substantial heritability estimate for catatonia symptom. Symptom frequency with symptom severity. Carl Leonard reported that periodic catatonia runs in families with stable catatonia or reactive motility psychosis show little familial aggregation. في بعض الاستاديز لقت ان في ايه one rare form of familial catatonia associated with genetic factor. Follow up study of these patients found poor prognosis بتاعهم poor والresponse بتاعهم للبنزودايزيبين والACT is poor. ما ننساش برضو ان الايه ان الاسباب الرئيسية للكاتاتونيا معظمها is heritable سواء المود disorder او الاسكيزوفرينا which are highly heritable make the interpretation of these findings is difficult. هي ترى هي بتاعه الكاتاتونيا ولا بتاع الايه الاسوشيتد منتال ديسوردر. طيب هل في ستراكشرال تشينجز؟ بعض الاستاديز لقت في ان في ستراكشرال وفانكشنال تشينج. ايمجنج ستاديز ديمونستريتد ذات ان البرايتال كورتكس بارتيكولارلي ذا رايت برايتال كورتكس مي بي انفولفد ان كاتاتونيا. In addition, the orbitofrontal cortex may be altered as shown by functional MRI during working memory and emotional motor activation. Further, the functional MRI studies reported that in the orbitofrontal cortex dysfunction would contribute to poor connectivity in the medial prefrontal cortex in catatonia, which is partly reversible by lorazepam. One study suggests that the network between the orbitofrontal, premotor, sensory motor, and the posterior parietal cortices in the right hemisphere may be altered in catatonia, but ده محتاج confirmation. Some studies revealed that in schizophrenia patients, in a catatonic episode, have increased cerebral blood flow in the left primary motor cortex والsupplementary motor area. نفس الكلام reported في الchronic periodic catatonia. وبرضو في increased resting state neural activity في sensory motor area could also explain the lack of activation in functional MRI tasks in catatonia. يجي بقى على الكلام المهم بقى ازاي بقى هشخص ازاي الكلينيكال فيتشر عشان اعرف اميز الكاتاتونيا. بدايه لازم نعرف ان في ايه ديفرنت ديسكريبشن للكاتاتونيك سيمبتوم. طيب هنتبع الحاجات بقى اللي احنا بنشخص بيها اللي هي الدي اس ام 5 لكن ديفرنت بوكس فيها different description للكاتاتونيا، different scale فيها different items عن الكاتاتونيا.
احيانا يبقى فيه ديفرنت ديفينيشن للايتم نفسها، فابقى حريص جدا وانا بستعمل الديفينيشنز بتاعه الكاتاتونيا. بالنسبه للدي اس ام 5 كاتاتونيا از ديفايند باي بريزنس اوف 3 من ال 12 سيمتوم دول، يبقى وجود 3 من ال 12 فيتشرز دولت اللي هم سايكوموتور فيتشر هيشخصوا ايه؟ هيشخصوا كاتاتونيا. اول حاجه الاستيوبر نو او دي ريدكشن للسايكوموتور اكتيفيتي، نو اكتيفلي ريليتنج تو ذا انفايرمنت، ات از ذا كلاسيك اند ذا موست سترايكنج كاتاتونيك فيتشر. ميوتيزم نو اور فيري ليتل فيربال ريسبونس. كاتاليبسي passive induction of a posture held against resistance. انا اللي بعمل الايه الاندكشن للبوستشر ده، كاتاليبسي غير الكاتابليكسي، كاتاليبسي. واكسي فليكسيبيليتي سلايت ايفن ريزيستنس تو بوزيشننج باي ذا اكزامينر. شخص عامل زي الشمع يبقى فيه سلايت مايل ايفن متساوي ريزيستنت موجود على طول وانا بحرك الايه بقى انا بحرك الشخص. نيجاتيفيزم اوبوزيشن اور نو ريسبونس تو انستراكشن اور اكسترنال استيمولاي. انا بطلب منه افرد ايدك هو تانيها، انا بحاول افردها هو برضو ايه بيقاوم محاولة الفرد، يبقى نيجاتيفيزم اوبوزيشن اور نو ريسبونس يفضل تانيها رغم الانستراكشن يبقى يا اما مفيش ريسبونس خالص يا اما اوبوزيشن بيقاوم الايه بيقاوم ال محاولة الفرد. بس نيجاتيفيزم بوستشرينج الشخص نفسه بقى اللي بيتخذ من spontaneous and active maintenance of posture against gravity. agitation excessive motor activity not influenced by external stimuli associated with feeling of inertia، حاسس ان هو مشدود ان هو the activities usually non-productive وrepetitive رايح جاي متململ في القعده بتاعه عمال يفرط في ايده. pulling of clothes inability to sit still grimacing odd and inappropriate facial expression حركات غريبه بالايه بال في الوجه. echolalia apparently senseless repetition echoing بيكرر الكلام زي صدى الصوت. of a word or a phrase just spoken by another person نفس الكلام بس بالنسبه للحركه mimicking senseless repetition بس للموفمنت بتاعه اللي قصاده ده قام يقوم قعد يقعد مشي يمشي. mannerism odd repetitive goal directed movement that is characteristic للبرسوناليتي او المينتال ديس اوردر. انا شخص عظيم عمال بحي الجماهير اللي واقفه يمين وشمال، انا واقف اشاره المرور رغم ان انا مش عسكري ولا حاجه عمال بصفر كان انا اللي بنظم مانارستيك بيهيف اوب ريبيتيتيف جول دايركتد يبان في في فيها فيها لها جول كاركترستيك يا اما ناتجه عن منتال ديس اوردر او ناتجه عن بيرسوناليتي. mannerstic behavior stereotypy repetitive abnormal frequent non goal directed movement non goal directed movement الشخص ها هو تحس فيها نوع من الاقراء. non functional motor behavior زي hand shaking waving body rocking head banging حركه متكرره بيهز راسه يخبط راسه Common motor stereotypes include repetitive movement للماوس للجو للنوز wrinkling repetitive eye movement repetitive tapping of the foot the finger the hands and the repetitive abdomen batting shoulder shrugging or body rocking كل دي حركات متكررة. الستيريوتايبس ممكن تبقى بتشمل ايه verbal stereotypes اللي احنا اتكلمنا عليها في الاول verb grace
ايه الفيرب جريشن ده؟ ريفير تو البريزنس اوف ريبيتيتيف ابارنتلي مينينجليس اترانسز such as sniffing, shaking, clicking, snorting, and the non-meaningful sounds. يبقى في أصوات معينة بيكررها الشخص. Verbal stereotypes. Presence of repetitive, apparently meaningless utterances. أصوات. ويبقى هيبقى الايه هنا يبقى محاولة التمييز ما بينها وما بين الايه الفوكال تكس. في بقى ده كان الايه ده كان الفيتشرز اللي موجوده في الدي اس ام 5 ال 12 سيمتوم اللي موجودين في الدي اس ام 5. الليتريتشر بقى مليانه اذر فيتشر اوتوماتيك اوبيدينس امبيتندنس افيرجن فورس جراسبنج بيرسيفيريشن كل دي ريبورتد في الكاتاتوني. لكن بما ان انا بستعمل منهج معين في التشخيص يبقى بلاش ان انا ايه اشغل نفسي بالاذر سيمبل. طيب الكلينيكال فورمز اوف كاتاتونيا، لان الكاتاتونيا ممكن تاخد اكتر من فورم. اول حاجه ممكن نقسمها بحسب الايفولوشن. ممكن تبقى اكيوت، ممكن تبقى كرونيك، ممكن تبقى بريودك. يبقى ده حسب ايه؟ حسب الايفولوشن بتاع الكاتاتونيا، حسب بقى السيمتوم نفسها المانر اوف او الباترن اوف سيمتوم اللي سايد. لان عندنا اكاينيتيك هايبر كاينيتيك وماليجننت كاتاتونيا. الكاينيتيك ده الموست كومن تايب اوف كاتاتونيا اللي المعظم برضو عنده فكره عنه. ذات فيتشرز لاك اوف موفمنت ستيرنج اند نون ريسبونسيف بيهافير. الهايبر كاينيتيك ذس از ذا اكسايتد تايب اوف كاتاتونيا ذات انفولفز امبالسيف موفمنت. الماليجننت كاتاتونيا ذس causes the most severe symptom and can lead to other health problems and in some instances it can result in this. يبقى اسمها ايه؟ الليثال كاتاتوني. كان في وقت من الاوقات اسمها الليثال كاتاتوني. ليه؟ لانها كانت بتنتهي بالدس. ده بالنسبه للمالجنت كاتاتوني. المالجنت كاتاتوني is characterized by triad: rigidity, autonomic instability, we altered mental state. يبقى المالجنت كاتاتونيا فيها الريجيديتي اللي ممكن تبقى سيفير، الاوتونوميك انستابيليتي هايبر سيرميا دافريسز لابايل بلاد بريشر، ويبقى معاها altered mental state زي الديليريوم او الاكسايتمنت. المالجنت كاتاتونيا هاز اكيوت اونست اوف اكسايتمنت وديليريوم وفيفر. يبقى الحاجات دي كلها اوف اكيوت اونست لحد بداية استعمال الاي سي تي. كان معظم الحالات بتنتهي بالدس. الاي سي تي هو اللي غير الايه؟ غير من مسار المالجنت كاتاتونيا. ذا كلينيكال بيكتشر اوف مالجنت كاتاتونيا از فيري كلوز تو النيوروليبتيك مالجنت سندروم اللي بتنتج عن استعمال الانتي سايكوتيك دراج، which is considered البعض بيعتبرها اللي هي النيوروليبتيك ان هي فورم من الايه؟ من الدراج انديوز، من الكاتاتونيا اللي هي بتبقى دراج انديوز. برضو عندنا بقى الايه الميديك الكاتاتونيا ديو تو الجنرال ميديكال كونديشن. اللي فات ده كان كله كاتاتونيا ناتجه عن المنتال سوردر. كاتاتونيا ديو تو انذر ميديكال كونديشن، هي نفس السيمتوم بالظبط، مفيش اي اختلاف باستثناء there is evidence from history physical examination will lab finding in the disturbance in is the direct path of physiological consequence of another medical condition. The disturbance is not better explained by another mental disorder. ما يتفسرش بمنتال disorder. A disturbance doesn't occur exclusively during the course of delirium. The disturbance causes clinically significant distress or impairment في social, occupational, or other important areas of function. يبقى ده إيه؟ يبقى هقول على إمتى إن هو due to medical condition. الأهم حاجة إن هو
فيه ما يشير ان هو الميديكال كونديشن هي السبب، وما فيش ايه انذر منتال ديس اوردر ممكن تفسر الكاتيجوري. هيفضل ان فيه بقى كاتيجوري ثالث اللي هو الديس كاتيجوري ابرايز برزنتيشن ان ويتش سيمتوم كاركترستيك بتاعت الكاتاتونيا بتسبب كلينيكال سيجنيفيكانت ستريس وبات ما فيش ايه either the nature of underlying mental disorder أو medical condition is unclear. مش قادر ألاقي سبب mental disorder أو medical condition يفسر الايه يفسر الكاتاتونيا. Full criteria for catatonia are not met or there is insufficient information to make more specific diagnosis. في الحالة دي هيبقى unspecified catatonia. جزء من الكلينيكال بيتشر البيكتشر بتاعه الكاتاتونيا الكومبليكيشن بتاعه الكاتاتونيا يبقى اللي هي محتاجه كيرفول سوبرفيجن از نيدد ديورنج سيفير كاتاتونيا تو افويد سيلف هارم اور هارمينج اذرز ذا رار بوتنشال ريسك فور مال نيوتريشن اكزوستشن هايبر بايركسيا اند سيلف انفليكتد انجري بوسيبل كومبليكيشن اللي عندهم كاتاتونيا بتشمل تروما during the excited state. Patient with catatonia may cause serious even fatal injuries to themselves and others. They may cause marked destruction of property. عشان كده لو انا اعمل له admission الاي سي يو لازم اعمل كنترول الحاجات دي والا هيكسر الاي سي يو. Refusal to eat. Patient with catatonia may refuse to eat. Now this may result unless parenteral nutrition and the fluid are administered on an involuntary basis. أحيانا ده هيبقى صعب لو هو excited. Autonomic instability manifested by hyperthermia, hypertension, tachycardia. حاجات محتاجة medical intervention. Pulmonary embolism. The risk of fatal pulmonary embolism is increased in catatonia to prevent thromboembolic disease. الفايبرين دي دايمر ليفل كلنا يبقى انتباهنا للفايبرين دي دايمر ليفل في حالات الكوفيد سندروم كوفيد ديزيز فايبرين دي دايمر should be checked if evidence of early coagulation activation is found or medical consultation is appropriate. عشان اتجنب حدوث الايه البلمونري امبوليزم other complication due to underlying neurological psychiatric medical or obstetric causes of catatonia. طيب ازاي هعمل ايفالويشن للكاتاتونيا بالاضافه لل كلينيكال فيتشر في بعض الايه في بعض الكاتاتونيا سكيلز تونيا ريتنج سكيلز are important clinical tool for diagnosis of catatonia and to examine any change in symptom presentation over time, which is particularly important for evaluation in evaluating the effectiveness of clinical intervention. في عدد من الاسكيل بيجي على رأس القائمة البوش فرانسيس كاتاتونيا ريتنج سكيل. أهم ما يزن الأسلوب بتاعه الايتمز بتاعته سهلة الفهم ومتوافقة مع التعريفات الموجودة وأسهل من ده أبسط من ده وده إن هو إيه موجود ملوش كوبي رايتنج موجود فور فري. لاب ايفالويشن اوف كاتاتونيا نو لاب اور راديولوجيكال تيست دايركتلي اسيست الكلينيشن ان ميكينج سبيسيفيك دايجنوزس للكاتاتونيا. لاب ايفالويشن مش عشان اشخص الكاتاتونيا لا ده علشان ايه علشان تو اسيست ذا اندرلاينج كوزز اند كومبليكيشن بتاعت الكاتاتونيا. Diagnosis of catatonia بيعتمد في الأساس على الكلينيكال ساين اند سيمتوم. عشان كده ايه اذا انا مش عارف الكلينيكال ساينز اند سيمتوم مش هقدر اشخص مش هتيجي في بالي اصلا وبالتالي هتبقى اندر دايجنوز وميز دايجنوز وان ريكوجنايز. Lab evaluation لأسس underlying causes and complications including CBC blood glucose calcium electrolyte level والصوديوم والبوتاسيوم والكلورايد والكربون دايكسايد blood urea nitrogen creatinine liver function thyroid function ESR anti-nuclear antibodies urine analysis هتبقى بطاريه بطاري كده معروفه بس اطلبها على طول لحاله الكاتاتونيا urine culture blood culture test for syphilis HIV heavy metals we auto
الانتي بوديز ممكن تتطلب لبعض الحالات لو في ما يشير لكده. Drug screen to detect common illicit and prescribed substances. Fibrin D-dimer علشان أشوف احتمالية إن في early coagulation activation. Ruling out neuroleptic malignant syndrome. مهم جدا. Immediate evaluation للسيرم CK creatine kinase level. سيرم ايرن احيانا بيبقى موجود قليل في الحالات النيورولت، لكن في الاساس الايه السي كي ليفل. وايت بلاد سيل كاونت اند ليفر فانكشن تيست ريزلتس از وارنتد. رولينج اوت انكفالايتس، الحالات اللي فيها اللي فيها بقى فيفر اهو، البيكتشر قريبه خالص من الانكفالايتس. فيفر وديستربد كونشسنس وريجيديتي. يبقى مطلوب سي اس اف اناليسيز. في بعض التايبز من الايه من الانكفالايتس النامده ريسبتور انكفالايتس او بتحصل كتير او بتحصل في بعض حالات الكاتاتونيا، يبقى ممكن اطلب النامده ريسبتور اي جي جي انتيبوديز علشان تو ايفالويت الايه تو ايفالويت البوسيبيليتي اوف نامده ريسبتور انكفالايتس. رولينج اوت ويلسون ديزيز عن طريق الايه اوفثالميك كونسلتيشن او استيميشن او ميجرمنت للسيرم سيريولوبلازمين. ايميجنج از مينلي يوسفول تو فور رولينج اوت سام تريتابل كوزز موداليتيز. بطلب غالبا السي تي او الام ار اي برين مي بي هيلبفول ان سام كيس. السبكت ايه يمكن في فائدته في الريسيرش اكتر منه امبراكتس. اي جي انديكيتد تو رول اوت سيجر ديس اوردر. Non-convulsive status epilepticus can really be identified by EEG عشان الموضوع ما يبقاش تخمين. وإذا هعمل EEG يبقى لازم طبعا قبل ما استعمل البنزو دايزبين. Consultation بقى other specialties ممكن أكون محتاجها. The neurologist is recommended to rule out treatable neurological condition specifically encephalitis و epilepsy and to clarify movement disorder diagnosis and treatment of ophthalmic عشان حالات الايه الويلسون. تو رول اوت كايسر فليشر رينج. الهيماتولوجيك او الميديكال كونسلتيشن لو تو بريفنت استرومبو امبوليك ديزيز. على المدى الطويل بقى جينيتك كونسلتيشن عشان اشوف لو في اندرلاينج جينيتك فاكتور. ديفرنشال دايجنوزيس. ذا ديفرنشال دايجنوزيس في كاتاتونيا must include determining the possible cause of catatonia, psychiatric, medical, with drug induced condition. بعمل differential diagnosis من ايه من حالات الدليل. ال current classification, current DSM classification بتتطلب exclusion of delirium كسبب لل ايه كسبب لل ما ينفعش الاثنين يبقوا موجودين مع بعض. رغم ان في حالات كتيره من الديليريوم بيبقى موجود فيها الكاتاتونيك سيمبل، وده ليه امبليكيشن بقى في التريتمنت. ليه؟ لان الانتي سايكوتيك بتستعمل ك فريكوينتلي تو كنترول الابنورمال بيهيفير اوف الاكسايتمنت والاجيتيشن، كنترول الديليريوم بصفه عامه ان اديشن للتريتمنت اوف سبورت. على العكس في حالات الكاتاتونيا اول خطوه ان انا اوقف استعمال الانتي سايكوتيك. النيوروليبتيك مالجنانت سندروم لازم تبقى اي تو بي اكسكلودد فيرست. نيوروليبتيك وستريتونين سندروم اللي هي الحاجات الدراج انديوز بوتنشال لايف اتكلمنا عليها از بوتنشال لايف ثريتنينج فورم اوف كاتاتونيا اللي هي بتندب عن استعمال الدوبامين انتاجونست عن استعمال الانتي سايكوتس. السيروتونين سندروم الناتجه عن استعمال الايه الاس اس ار اي او السيروتونيرجيك دراجز بصفه عامه. البعض بيعتبر ان هما الاثنين دراج انديوز كاتاتونيك سندروم، لكن الحالتين الايه المانجمنت هنا بيتطلب مانداتوري ان انا لازم اوقف الايه البوزيتيف دراج.
من الحاجات اللي بعمل لها differential diagnosis بعض disorders اللي بيبقى فيها غالبا single feature من الكاتاتونيا، زي الالكتريك ميوتيزم اللي يبقى موجود فيها بس الميوتيزم ويبقى مع طبعا معاها another feature زي pre-existing personality disorder identifiable stressor and no other catatonic feature. السكندري ميوتيزم اللي هي الاسم الادق طبعا هو يبقى فيزيا لانه ناتج عن neurological condition غالبا stroke بيرسون سيندروم. الاستيوبر اللي هو بس موجود فيه الايه الريدكشن للسايكوموتور اكتيفيتي طبعا بكل اسباب الاستيوبر. اي كاينيتيك ميوتيزم از يوزوالي كوزد باي انذر ايه باي انتيريور سينجوليت بري فرونتال كورتكس واللوكد ان سيندروم الاثنين ناتجين عن ايه عن نيورولوجيكال برين انس كاينيتيك باركنسونيزم والمالجنانت هايبر سيرما. مالجنانت هايبر سيرما ديت اوتوزومال دومينانت ترانسميتد ماسل سنسيتيفيتي للانهيليشن انستيتيك اند ديبرايزنج ماسل ريلاكس. تبقى طبعا ايه هيبقى في هيستوري ايه استعمال الحاجات دي. السلايد ديت مهمه جدا انها بتلخص ازاي اتعامل مع حاله كاتاتونيا بحيث اوصل للتشخيص المظبوط رغم ان الخط يمكن مش واضح شويه. بدايه اهو لازم ايه اكتشف ان في وجود كاتاتونيك سيمتوم بوشرينج ستيوبر اكسايتمنت. هشوف الاول هل في نيورولوجيكال اول جنرال ميديكال كونديشن اللي ممكن تفسر او تبقى اسوشيتد ويز كاتاتونيا ولا لا. لو في هشوف حاجه من اثنين، هل في ديستربنس للكونشسنس او في اذر كوجنيتيف ديفيسيت في فلكتويشن للكورس، يبقى انا كده بشخص ايه ديليريوم، يبقى ديليريوم ديو تو جنرال ميديكال كونديشن. لو ما فيش هيبقى كاتاتونيك ديس اوردر ديو تو جنرال ميديكال كونديشن. طيب لو ما فيش الايه الجنرال ميديكال كونديشن ولا النيورولوجيكال ديس اوردر، هشوف في استعمال نيوروليبتيك ميديكيشن. طيب لقيت ان هو في استعمال نيوروليبتيك ميديكيشن، هشوف هل في ماسل ريجيديتي والليفيشن للتمبريتشر، هيبقى لو هيبقى غالبا نيوروليبتيك مالجنانت سندروم. لا هيبقى لكن في بوتشرنج وماسل اسباز، هيبقى غالبا انا بتعامل مع نيوروليبتيك انديوسد ديستوني. لو فيه ماسل ريجيديتي ويز تريمور اند اي كاينيزيا، يبقى انا غالبا بتعامل مع نيوروليبتيك انديوس باركنسونز. طيب لو مفيش هيستوري اوف استعمال نيوروليبتيك دراجز، هشوف هل في سبستانس انتوكسيكيشن اند ويذدرول ولا لا. لو في اي حاجه من السبستانس اللي ممكن استعمالها الانتوكسيكيشن بتاعها او الدرول يسبب كاتاتونيا، هيبقى انا بتكلم على سبستانس انتوكسيكيشن او سبستانس وذدرول. لو مفيش يبقى انا بقى ايه بشوف هل في باي بولر ديس اوردر، يبقى باي بولر ديس اوردر ويز كاتاتونيك فيتشر. اشوف لو في ميجر ديبريسيف اوردر، يبقى ميجر ديبريسيف ديس اوردر ويز كاتاتونيك فيتشر. هشوف هل في سايكوتيك سيمتوم، يبقى غالبا انا بتكلم على سكيزوفرينيا ويز سايكوتيك فيتشر. يبقى ده ازاي اتعامل مع ايه مع حاله كاتاتونيا بحيث اوصل للبروبر دايجنوز. نيجي على الجزء الاهم بقى في الموضوع اللي هو ازاي نعالج الكاتاتونيا. اول حاجه لازم نقرر بقى ان نعرف ان الكاتاتونيا غالبا هتحتاج هوسبيتاليزيشن، مش نتعالج في البيت ابدا. يبقى الهوسبيتاليزيشن ليه؟ تو بيرفورم ورك اب تو انشور كوركت دايجنوزيس تو بروفايد انترفينشن فور فايولنس للريفيوزال اوف ايتنج، اللي هتحتاج بارنترال نيوتريشن عشان نعالج الاوتونوميك انستابيليتي ومونيتورنج للفايتال سايت. يبقى هيحتاج hospitalization، مش hospitalization بس، ده غالبا هيحتاج admission للاي سي يو لحد ما يحصل stabilization للسيمتوم. طيب treatment هيشمل ايه؟ هيشمل عدد من الحاجات. اول حاجه supportive care and medical and care of the medical system، management of the catatonic syndrome نفسها سواء البنزودايزبين في الاساس او الالكتروكونفالسيف سيرم، اند تريتمنت اوف ذا اندرلاينج كونديشن.
سبورت او البريفنتف ميجر ميديكالي كاتاتونيا كان ليد تو دي في تي بالمونري امبوليز بريشر اوسر ماسل كونتراكشر اند رابدوميوليسيس ليدنج تو ريد اند بين. جنرال بريفنتف ريكومنديشن فور بيشنت ويز كاتاتونيا انكلود فارماكولوجيكال بروفلاكسيس للفينوس ثرومبوليز سكين اسسمنت اند فريكوينت بوزيشننج ري بوزيشننج عشان امنع الايه البريشر اولسرز ديلي ستريتشنج عشان امنع الايه المسل كونتراكشر تيوبال فيدنج او انترافينوس فلويد هو النيسيسري عشان تو افويد الديهايدريشن والمال نيوتريشن سايكو اديوكيشن وسبورت للفاميلي اعرفهم اللي هم ممكن يكونوا معتقدين ان ديت كوما لا اشرح الايه ذا كونديشن والبوسيبل كونسيكونسز والكورس بتاع الكاتاتون. بالنسبه للكاتاتونيك سيندروم بقى نيجي اول حاجه البنزودايزيبين. Despite the lack of large scale controlled studies, benzodiazepine appear to be an effective first line treatment of catatonia. Systematic review found that benzodiazepines are the most frequently studied treatment for catatonia. In current clinical practice, benzodiazepines are most utilized as first line treatment for catatonia. اللورازيبام على وجه الخصوص is the medication most widely researched with dosages ranging من 2 إلى 16 ملي جرام في اليوم وبعض الكيس ريكورد فيها استعمال لأرقام أعلى من كده بكتير. اللورازيبام تشالنج تيست والزولبديم تشالنج تيست من الحاجات اللي بس مش ثيرابيوتيك اللي دايجنوستيك كمان. اللورازيبام تشالنج تيست استعمال من 1 الى 2 ملي جرام لورازيبام ان ادلتس او نص الى 1 ملي جرام في التشيلدرن والجيرياتريك بيشن ادمنسترد باي طريقه انترافينوس انتراماسكولار اند اورال ونشوف بعد فتره 10 دقائق 15 بعد نص ساعه في النهايه اشوف الايه السيمتوم از ري اكزامين ذا بيشنت از ري اكزامين. If there is no change, second dose is given and the patient is reassessed تاني بعد نص ساعة. إذا في reduction at least 50% من الكاتاتونيك sign and symptom as measured by standardized rating scale ده confirm the diagnosis of catatonic. البعض قال ان ممكن الزولبديم ممكن يستعمل كبديل للايه للورازيبام وهيبقى اسمه زولبديم تشالنج تيست دوز 10 ملي جرام اورال كان بيوز ويز ري اسسمنت افتر برضو ايه نص ساعه. Although there is no evidence of the superiority of lorazepam over other benzodiazepine, it is the recognized first line treatment of catatonia with response rate من 67 إلى 86%. Acute catatonia typically start to improve rapidly with lorazepam في خلال 24 ساعة. If a patient responds adequately to the initial dose اللي من 1 ل 2 ملغ لورازيبام the same dose should be continued. If not it should be repeated every 3 to 4 hours. If catatonic symptom don't subside the dose should be increased up to 8 إلى 24 ملغ لورازيبام per day using daily incremental dose. يبقى عارفين بس ان دي ايه الدوزس العاليه ديت كلها جايه من كيس ريبورت يبقى عايزه اكسبيرينس كبيره جدا وانا بزود ايه عشان اوصل للدوزس ديت لان ممكن يطلع حاجه ثانيه خالص. With an adequate dose most patients achieve remission of catatonia في خلال 3 الى 7 ايام. There is no consensus on how long benzodiazepines are to be continued. And generally, they are discontinued once the catatonic symptoms have remedied. In a number of cases, however, catatonic symptoms re-emerge. بعد ما يبتدي يحاول يقلل بالسيمتوم تاني بترجع تاني. Each time lorazepam is tapered off. Urging the clinician to continue benzodiazepine for an extended period of time. Interestingly, lorazepam seem to be effective regardless of the underlying condition.
although catatonia in mood disorder respond more frequently than catatonia in the context of medical condition and schizophrenia. Error response to benzodiazepine is not satisfactory in a considerable number of patients. حوالي 27% مش هيستجيبوا للبنزودايزيبين. لورازيبام had no effect on chronic catatonia in one randomized controlled study. The predictive factor for poorer response of benzodiazepine include increasing age, increased duration of illness, chronicity, chronic catatonia, and psychotic patient. الحاجة التانية الـ effective في treatment of catatonia is electroconvulsive therapy. Electroconvulsive therapy كان ليه الفضل في إنقاذ حياة العديد من الأشخاص اللي كان قبليه بتسمى lethal catatonia. لكن despite more than 60 years of documented efficacy and safety, ECT دلوقتي is often reserved as a second line treatment of second line treatment. However, ECT should be viewed as first line امتى؟ في الحالات اللي فيها life threatening symptoms زي severe autonomic instability or withdrawal ممكن يؤدي الى insufficient oral intake وفي حالات المالجنانت كاتاتونيا. بيستعمل في البداية once daily. Electroconvulsive therapy is typically involved bilaterally and at average dose 3 times weekly. لكن في الحالات السيفير ممكن يستعمل ديلي. السكسس ريت فور ذا ريميشن اوف كاتاتونيا رينج فروم 59 الى 100%، ومن الصعب جدا ان احنا نلاقي اي انترفينشن بتؤدي الى 100% زي الاي سي تي. هو النون كونفالسيف ستيتس ابليبسكاس يبقى لها حاجات اللي لازم استبعدها الاول، ان وجود نون كونفالسيف ستيتس ابليبسكاس ديفيوز انكفالوبسيا اند اذر نيورولوجيكال ديس اوردر ار رولد اوت. اي سي تي از ان انديكيتد فور بيشنت هو دونت ريسبوند تو فارماكو ثيرابي ويزن 5 دايز اور هو مانيفست مالجنانت كاتاتونيا. Treatment of choice of malignant catatonia the response 85% to 100%, which is less likely to respond to benzodiazepine. Electroconvulsive therapy is effective for many patients with catatonia, including those with catatonia secondary to mood disorder, autistic disorder, or another pervasive developmental disorder. Efficacy may be hindered by coexisting alcohol or drug abuse. طيب ممكن ادي الاثنين مع بعض، بنزودايزابين مع اي سي تي؟ يس، بنزودايزابين اند اي سي تي بوث افكت الجابا نيورو ترانسميشن ريزلتنج ان ان انكريز ان سيجر ثريشولد اند ديكريز كورتيكال اكسيتابيلتي. This suggests a common pathway for inhibitory GABA transmission in the treatment of catatonia and that combination of both treatments might be clinically advantageous. How this treatment can be best combined remain uncertain. كل المانجمنت كلها كيس ريبورت. There are reports of ECT refractory catatonia successfully treated with lorazepam والعكس صحيح. Some advocate that ECT should be used within the first few days of severe catatonia if not relieved by lorazepam. يجي بقى ايه الخلاف حوالين استعمال الانتي سايكوتيك بصفه عامه في الكاتاتونيا. الانتي سايكوتكس وير فاوند تو وورسن كاتاتونيا اند كوز ذا بروجريشن تو مالجنانت فورم، حولها الى مالجنانت كاتاتونيا. This is particularly but not exclusively true for the first generation antipsychotic with higher affinity for the dopaminergic receptor. يبقى ديت يعني تقريبا نقطة لا خلاف عليه ان الانتي سايكوتيك مي وورسن الكاتاتونيا. Conversely there is limited evidence for possible benefit للسكند جينيريشن antipsychotic during the acute phase of catatonic symptom. Two case report طبعا two case report published for aripiprazole and one for quetiapine. It is advisable to discontinue antipsychotic at the acute phase of catatonic episode and should only be used with caution to treat the underlying psychiatric disorder when catatonic symptoms are stabilized with regular
clinical assessment for the motor side effects. دي بعض الاستاديز. الموضوع مش ابسولوت كونترا انديكيشن، في بعض الاستاديز اهوت اللي هي لقت ان في بعض الامبروفمنت، وجود ان ممكن استعمل انتي سايكوتيك في بعض الايه الحالات الكاتاتونيا، لكن هيفضل الجنرال ريكومنديشن it is better to be discontinued على القليله لحد ما الحاله تبقى استابلايزد. زيوس دي احد الاستادز ال 2005 بتقول اهوت زيوس في اتيبيكال انتي سايكوتيك ان ذا تريتمنت اوف كاتاتونيا ذير از نو ايفيدنس تو بريسكرايب اتيبيكال انتي سايكوتيك ان مالجنت كاتاتونيا. يبقى ده موضوع ايه ما فيهوش خلاف خالص، انا ما ينفعش استعملها في مالجنت كاتاتونيا. ذا ليتريتشر اون ذا يوز اوف اتيبيكال انتي سايكوتيك ان كاتاتونيا كونسيست اوف كيس ريبورت and retrospective studies rather than randomized control studies. In most cases of non-malignant catatonia, a reduction in catatonic symptom is reported upon treatment with atypical antipsychotics. However, randomized controlled trials are needed to evaluate the effect of these drugs. And caution is advisable since cases of neuroleptic malignant syndrome have been linked to treatment with atypical antipsychotics. The role of antipsychotics in treating catatonia is not entirely clear. The antipsychotic use seems to be appropriate therapy when psychotic disorder is considered to be the underlying cause of catatonia. In these cases, atypical antipsychotics are good choice. However, there is no evidence for the use of antipsychotics as a therapy of catatonic patients without underlying psychotic disorder. يبقى بصفة عامة لو في حد بياخد antipsychotic it is better to be stopped على القليلة to exclude الايه neuroleptic malignant syndrome. It is better ان انا استعمل الايه البنزودايزابين electroconvulsive therapy as a first or second line of treatment. استعمال الانتسايكوتيك هيبقى مش لتحسين الكاتاتونيا itself but to manage or to treat the underlying psychotic symptom. البروجنوزس اخر حاجه هنتكلم عليها البروجنوزس اوف كاتاتونيا. Studies of catatonia have reported recovery rate from 12 إلى more than 40% regardless of the treatment administered. Response to benzodiazepine طبعا ده لما نجمع الحاجات القديمة على الجديدة يقل طبعا الـ rate of recovery. Response rate للبنزودازيبين reported in more than 70% of patients with catatonia who undergo treatment. Failure to institute treatment early in the course of catatonia is associated with poor prognosis. People with catatonia apparently are at increased risk of death from thromboembolic disease. Adults with catatonia and schizophrenia have more prolonged course than those with catatonia without schizophrenia. بكده نكون خدنا فكرة شاملة عن الكاتاتونيا في الأدلس. إن شاء الله المرة الجاية هنتكلم بالتفصيل عن الكاتاتونيا in children and adults. شكرا لكم.